وصلنا لفقرة خاصة وبتحكي عن الكشاف، هذا اللي نشوفه دائما بالمناسبات وبيستحوذ كتير اهتمام بحياتنا. سلمى، هن مجموعة شباب وصبايا اتخذوا من التنظيم والعطاء والمساعدة شعار لإلهم ليمشوا بخطوات ثابتة ضمن نشاطات واجتماعات ومناسبات، ولكن المهمة الأكبر والأبرز كانت عندهم هن أنهم يعيشون بنغم و أكيد معزوفات مميزة. ومثل ما بنعرف دائما رشا، نحن بنستنى الأعياد لحتى صحيح. نشوف كل كشاف شو رح يعمل بالكنيسة، يجذبك هذا صحيح المشهد. يعني دائما بنشوف بكل الأماكن بدمشق وبالمحافظات صحيح. السورية جولة الكشاف بكل المناسبات، بنروح يمكن بدمشق بالذات بنروح على باب توما، على القصاع، هون بدويلعة، كمان بجرمانة، بكل الأماكن بننطر شو رح يعملوا الكشاف لحتى نشوف ونعيش معهم هي الفرحة طبعا، وخاصة بأسبوع آلام السيد المسيح، لأنه بيرافق هذا الأسبوع نشاطات كشفية متميزة خلال الكنيسة. رح نتعرف أكثر اليوم على كشاف كنيسة الكرولوس. بيصرنا أن نرحب بضيفتنا ميري عازر، وهي مسؤولة العلاقات الخارجية وقائدة فرع الأشبال. بداية المسيح قام، أهلا وسهلا فيك. اهلا فيك، صباحك صباحكم بألف خير والمسيح قام. هيك من خلال وجودك اليوم خبرينا اكثر عن الكشاف الموجود بكنيسه القديس يوسف، نحكي عنه هيك بشكل عام. نشاطاتكم؟ نشاطاتنا هلا نحن غير التدريبات وغير العزف وهي القصص، في عنا كل اسبوع نشاطات، في عنا لقاءات دينيه بنعملها، في عنا ايام كشفيه بنحضرها للاولاد الصغار، عنا الجراميز، عنا الأشبال، عنا المبتدأ، يعني مراحل متعددة. اليوم نحن بفصح خلينا نقول أو يوم القيامة، بيسبق هذا اليوم أسبوع كامل بيكون لكم في تحضيرات أكثر من أسبوع، من الصوم الكبير إلى خلينا نقول أسبوع الآلام طبعاً. ولكن الناس اللي بتمر قدام الكنيسة بتشوف شيء مميز حاطينه، يعني يوم العشاء الأخير في خلينا نقول طقوس معينة أو شيء معين بتحطوه، يوم الجمعة العظيمة في شيء معين، خلينا نحكي عن هي الرموز ودوركم ككشاف بإظهار هذا الأسبوع بالكنيسة. هلا هو قبل العيد يعني تقريبا بنبلش بشي شهر نحن بس نشتغل يعني ونحضر، لأنه بأيام الشعانين في شيء وأيام الصلب في شيء ويوم الجمعة العظيمة في شيء ثاني، يعني مثل اليوم إنه أيام الشعانين كنا محضرين شيء بخص النخل، الزيتون، يعني كنا عاملين لوحة عن دخول السيد المسيح لأورشليم، كثير في شغلات بتخص هي، حتى المعزوفات غير، يعني في شيء خاص بالشعانين، ونفس الشيء بالجمعة العظيمة، بس هذا كله بيتطلب كثير شغل وكثير جهد وكثير تعب وكثير سهر. طبعا ما بننسى فضل الآباء اللي هون معنا، كثير عم يدعمونا وكثير عم بيكونوا معنا بكل وقت، حتى اوقات بالليل بنكون عم نشتغل يعني وسهرانين وهيك، بيجوا بيقعدوا معنا وبيساعدونا وعن جد ما بيتركونا. يعطيكم الف عافيه. وقت بنقول الكشاف نحن مو عم نقصد بس العزف، انتم لكم شعار اللي هو الطاعه، الاخلاص، المساعده، اليوم كيف عم تشتغلوا لتجسدوا هذا الشعار؟ الطاعه والاخلاص والمساعده، هذا الشيء نحن من جسده، مو بس باللي نحن عايشينه بحياتنا كل يوم، يعني حتى مثلا نحن عندنا الأشبال اللي هو عمره 12-13 سنة بده يساعد الأصغر منه اللي هو جرميز، بنقدم له المساعدة ولو بشغلة صغيرة، هي كله ببين من خلال المخيمات تبعنا، من خلال الرحلة، أوقات بنعملهم مع نفس الوقت وبنفس اليوم هدول الأعمار، ومن يعني نحن قصداً بنكون حاطين إنه بنفس اليوم مو مفرقينهم عن بعض لحتى يعرفوا كيف يعلموا الأصغر منهم، يساعدوا الأصغر منهم، وهيك يعني بنشاطاتنا، برحلاتنا، بمخيماتنا. يعني مثل ما كنا عم نحكي رشا وعم نحكي مع ميري، الكشاف هو مدرسة كتير كبيرة وقديمة، من أول ما انوجدت الكنيسة وجد الكشاف لحتى يساعد الناس والشباب حتى يعرفوا يمكن تعليم الدين المسيحي بشكل أكبر ويكون لهم دور فاعل. نحن مو بس بنشوفكم بالنشاطات خارج الكنيسة أو بالمناسبات، بنشوفكم طول السنة لكم مهام وتواجد. خلينا نحكي عن أبرز هاي المهام اللي بتقوموا فيها ويمكن يتجسد دوركم بالمناسبات. أكيد طبعا بالمناسبات اكثر شيء بيبين
بس هو اكثر شيء بالعزف يعني ببين التنظيم تبعنا الشغل اللي نحن مشتغلينه هاي بالمناسبات، بس بباقي السنه او خلال السنه نحن بنعتمد اكثر على اللقاءات اللي بنكون نحن محضرينها للاطفال اللي عندنا الصغار او الكبار المبتدئ اللي بضم 14 15 16. كل اسبوع نحن في عنا لقاء ديني بنحاول مندخله مع شيء اجتماعي، بنحاول مثلا نعمله نهار كشفي برا الكنيسه او اوقات جوا الكنيسه بنحاول نعيش شيء من اول النهار لاخر النهار، حتى الفطور العابنا سوا كل شيء سوا بنكون، اوقات نحضر فيلم سوا، اوقات يعني صيحات نتعلمها سوا، تراتيل، كثير في شغلات نعملها هي خلال السنه يعني. بنتمنى لكم التوفيق ميري، وهيك نشوفكم عم تحققوا حلمكم بالاستمرارية والتجديد دائما، وبدي ارجع عيدك واقول لك كل عام وانتم بالف خير. المسيح قام. ربي ينعاد عليكم. شكرا لك وتحية لك ولكل الكشاف اكيد. شكرا كثير لكم.